السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للموديل ديال السوسيو لينغويستيكس، فهو واحد الموديل اللي طويل بزاف، داكشي علاش حاولت أنني نقسمه لأجزاء، جوج ولا ثلاثة ديال الأجزاء. بالنسبة لهذا الجزء هذا غنشوفو شنو هي اللانجويج سوسيو لينغويستيكس، سكوبس اوف سوسيو لينغويستيكس، دايركشنز اوف انفلونس، مايكرو اند ماكرو سوسيو لينغويستيكس، الفرق بيناتهم، شنو كنعنيو بالنوليدج اوف لانجويج، شنو هما الفاريشنز في اللانجويج. غندويو على الفرايتيز، يعني بالنسبة للفرايتيز اللي غادي ندويو عليهم هي الدايلكت، الفرناكيولر، الكوني، باتواز، اكسنت، ريجستر، ستايل. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي ندويو على كونتاكت لانجويجز بحال البيجين والكريول. الفيديو اللي وراه نقدر ندويو على البايلانجواليزم ولا المولتي لانجواليزم. لانجويج، بالنسبة للانجويج والى رجعنا للليتراتشر شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو ديفرنت ديفينيشنز فروم ديفرنت سكولرز. مثلا هنري سويت قال بلي ان اللانجويج از ذا اكسبريشن اوف ايدياز باي مينز اوف سبيتش ساوندز كومبايند انتو ووردز، ووردز ار كومبايند انتو سنتنسز، ذيس كومبينيشن انسرين تو ذات اوف ايدياز انتو ثوتس. يعني هنا التركيز كان على الثوتس. بالنسبه لبرنارد بلوت فقال لك ان اللانجويج از ا سيستم اوف اربيتراري فوكال سيمبلز باي مينز اوف ويتش ا سوشيال جروب كوبريت. يعني هنا التركيز كان على الاربيتراري، داكشي علاش كنلقاو بزاف ديال التعاريف، واي تعريف تعطى للغه ديما كيكون ناقص. فجينيرالي سبيكين نقدروا نقولوا بلي ان الهيومن لانجويج از ا رولد governed سيستم اوف كوميونيكيشن ان ذا سنس ذات ات هاز ا ستراكشر اند باترن اون ويتش ات از بيلت. ات از ا فيري كومبلكس فينومينون هاز multifarious aspects and it is the most natural and sophisticated means of communication if we compare it with animal language. يعني بما ان human language is human property، يعني معطية غير الجنس البشري بوحده، فهي very sophisticated، يعني معقدة بزاف. واللغة is a rule governed system، يعني واحد نظام التواصل محكوم بقواعد، بمعنى in the sense that it has a structure and a pattern، يعني عنده واحد structure واحد pattern on which it is built، خاصنا احنا نتبعوه in order to convey واحد المينين. لما كنعطيكم المثال ديال structure ال SVO الانجليزية، وبالنسبة للعربي كنبداو بالفعل هو الاول على الفعل المفعول به. حتى بالنسبة لبعض القواعد بحال مثلا تاء التأنيث الساكنة كان في العربية ما غاديش تلقاوها في الانجليزي اتسيترا. As a human property language can be studied at two levels، يعني نقدروا احنا ندرسوا اللغة على جوج ديال المستويات. المستوى الاول اللي هو الميكرو لينغويستيكس. ميكرو لينغويستيكس focuses on the study of language itself including its sounds، يعني الفونيتكس and phonology، الجراماتيكال structure، المورفولوجي، syntax and meanings، اللي هو السيمانتكس and pragmatics. However, microlinguistics is the combination between macro and other fields of study such as sociology. اللي جمعنا السوسيولوجي مع linguistics غتعطي لنا sociolinguistics. Neurology اللي جمعنا النورولوجي مع linguistics غتعطي لنا neurolinguistics etc. Alors عرفنا باللي ان sociolinguistics تنتمي الى macrolinguistics. دابا نجيو نشوفوا التعريف ديال sociolinguistics. Sociolinguistics as Hudson defined it is the study of language in relation to society. يعني خاصناش نساو، شوف sociolinguistics is the branch of what of linguistics، بما انها كتنتمي للmacrolinguistics you have to mention it. يعني sociolinguistics is the branch of linguistics ولا modern linguistics that study language in relation to society. صايبو هذا هو التعريف ديال sociolinguistics. الور شنو هما scopes of sociolinguistics؟ بالنسبة للscopes of sociolinguistics كاين بزاف، ولكن انا اختاريت هاد الزوج. اول حاجة هي why people speak differently in different social contexts، يعني علاش الناس كيتكلموا بطرق مختلفة، يعني في سياقات مجتمعية مختلفة. It explains the collective as well as individual behavior with respect to sociocultural and economic background. يعني كتحاول انها تشرح السلوكات الفردية ولا الجماعية فيما يتعلق بالخلفيات، يعني اللي هي اجتماعية ثقافية واقتصادية. بالنسبة للdirections of influence نحاول نشوفو شكون اللي كيأثر على الآخر، واش اللغة هي اللي كتأثر على المجتمع ولا المجتمع هو اللي كيأثر على اللغة. ونشوفو واش كاين شي تداخل ما بين اللغة والمجتمع ولا ما كانش في الأصل كاع. الور التوجه الأول كيقول لك بلي أن السوشيال فاكتورز ولا المجتمع هو اللي كيأثر على اللغة، بحال مثلا فاش كتكون في الجامع راه الطريقة باش كتكلم في الجامع مختلفة على الطريقة باش كتكلم انت وصاحبك في القهوة. الور هنا كيقول لك السوشيال فاكتورز ديتيرمين ذا واي وي يوز لانجويج. التوجه الثاني كيقول بلي ان اللانجويج افكت سوسايتي. حالات عطانا هنايا
الورفين هايبوثيسيس ولا السابير وورف هايبوثيسيس. For example, we always associate the word nurse with females rather than males. يعني شي واحد إلا قال لك nurse، العقل ديالك أنت ديما غادي يمشي لعند أش، غادي يمشي لعند الفيميل. يعني هنا اللانجويج راتنا على السوسايتي. بحال مثلا فاش كتقول رجال المطافع، هذيك الخدمة اللي سميناها حنا رجال المطافع كتولي حقرة على الرجال. يعني هنايا اللغة راتنا على المجتمع. التوجه الثالث كيقول بلي ان the influence is bidirectional which means that language and society might influence each other. يعني هنايا كيقول بلي ان المجتمع واللغة كيأثروا في بعضياتهم. التوجه الاخير كيقول بلي ان there is no relationship، ما كانش كاع شي علاقة ما بين اللغة وما بين المجتمع. يعني there is no relationship at all between linguistic structure and social structure according to Hudson. كيعارض هذا الكلام هذا. This is totally false because language and society are interrelated and we cannot speak about one without the other. In other words, society is a group of persons who share the same language, which explains that we cannot characterize a group of people unless they share the same language. So the language needs society and society needs the language. وفعلا يعني فاش كندويو حنا الريس ولا العرق، ما بقيناش كنكاتيغوريزيو الناس بالعرق بحكم ان العرق تخلط، ضروري كان كاتيغوريزيو الناس والمجتمعات بالإثنية. يعني لا كي غادي دير كاتيغوريزي انت واحد المجموعة ديال الناس الا ما كي if they don't share the same language، اي ما يمكنش. يعني language society فعندهم علاقة وعلاقة قوية. ميكرو اند ماكرو سوسيو لينغويستكس. نبداو بالميكرو سوسيو لينغويستكس. بالنسبة للميكرو سوسيو لينغويستكس investigates how social structure influences the way people talk and how language varieties correlate with social class, sex, age, etc. يعني بالنسبة للميكرو سوسيو لينغويستكس ولا ببساطة السوسيو لينغويستكس، التركيز ديالها هو ولا الفوكس ديالها علاش على اللغة. يعني علاش مثلا حنا كنتكلموا بواحد الطريقة في الجامع وكنتكلموا بطريقة مغايرة في القهوة، علاش مثلا كنتكلموا مع الاباء ديالنا بواحد الطريقه ولكن مع الاصدقاء ديالنا كندويو بواحد الطريقه مغايره. مثلا الفرايتيز كتركز بزاف مثلا على الريجستر، شنو هو الدايلكت، شنو هو الستايل اتسيترا. يعني التركيز ديال السوشيال لينغويستكس يعني هو اللغه واحد السوسايتي. However, macro sociolinguistics is the study of what societies do with their languages. يعني هنا مثلا البايلانجواليزم، education, law, language planning, language reforms. يعني كتمشي تشوف واحد الظاهرة في واحد المجتمع، الانطلاقة ديالك هنايا ماشي هي اللانجويج. يعني التركيز ديال الماكرو sociolinguistics هو المجتمع. بالمناسبة راه macro sociolinguistics هو sociology of language. يعني التركيز ديالك انتايا هنايا ماشي على اللانجويج، التركيز ديالك في الماكرو سوسيو لينغويستكس هو المجتمع. يعني واحد الظاهره في المجتمع، بحال مثلا الطريقه اللي ولاو كيتكلموا بها مثلا الناس من بعد احداث الرابع العربي. الرابع العربي هو ظاهره اللي وقعت في واحد المجتمع، والناس كيفاش ولاو كيتكلموا من بعد الاحداث ديال الرابع العربي. نوليدج اوف لانجويج، ما معنى انني نعرف واحد اللغه؟ يعني تو نو ا لانجويج ات امبلايز نوين ات ساوند. باش تعرف واحد اللغه خاصك تكون عارف الاصوات ديالها. ذا ساوند doesn't belong to Arabic حيت انا عارف الاصوات ديال اللغه العربيه كامله. هنا ثانيا its sounds combination، يعني الكومبينيشن ديالها ديال دوك ساوندز اند ذير مينينغ. مثلا تو ساوندز ا ف، يعني ا ساوندز زائد ف ساوندز الى جمعناهم غتعطينا اب. اب يعني عارف انا المعنى ديالها، يعني كتعني الفوق ولا الى الاعلى ولا شي حاجه بحال هكا. knowledge of language means the ability to articulate strings of speech which have certain meaning and understand other such strings produced by other users of the same language. يعني باش انك تقول انا كنعرف واحد اللغه، يعني خاص تكون عندك القدره انك تنتج لنا واحد الجمله وتكون تعرف المعنى ديالها، وتكون عندك ايضا القدره انك تسمع واحد الجمله من عند الاخر وتفهم المعنى ديالها. To know a language involves also the ability، يعني القدرة أنك تنتج لنا واحد الجملة اللي عمرك ما سمعتها من قبل وتفهم واحد الجملة اللي عمرك ما سمعتها من قبل. Chomsky refers to the knowledge of language as the unconscious knowledge of grammar that allows a speaker to use and understand the language. المهم تشومسكي كان دوا لينا على the competence and performance. جا هيمز opposed Chomsky linguistics competence، يعني قال لك linguistics competence بالنسبة لتشومسكي هي أنك تكون تعرف القواعد، ذاك subconscious knowledge on grammatical rules, vocabularies, etc. هيمز قالوا راه ما كافيش. He stated that knowing a language also means knowing how to use the language since speakers know not only how to form sentences but also how to use them appropriately. يعني بالنسبة لشومسكي competence هي أنك يكون عندك مجموعة ديال القواعد ديال اللغة
يكون عندك فوكابولاريز دات سيت. لكن هيمز قال له لا، راه هذاك الشيء ما كافيش، راه خاص يكون عندك الفوكابولاريز والجراماتيكال رولز، ولكن زاد عليه واحد النغزه. شنو هي؟ انك تكون عارف فوقاش تستعمل دوك الكلمات وكيفاش انك تستعملهم في ديفرنت سوشيال كونتاكست. هادشي اللي زاد عليه هيمز. language variations and variety. بالنسبة للانجويج دوينا عليها وقلنا بلي ان اللانجويج is a rule governed system of communication that has a structure and a pattern that we have to follow in order to convey واحد المينين. بالنسبة للvariations in language are those differences in a given language. فمثلا العربية دوك differences اللي كيوقعوا وسط العربية. هنا كندويو على شنو هي linguistic variations وكندويو على sociolinguistic variations. بالنسبة للlinguistic variations عندنا differences اللي كيكونوا in terms of structure, spelling ولا pronunciation. مثلا كاين اللي كيقول لك قال، بعض المناطق كيقولوا قال، بعض المناطق واحدة أخرى كيقول لك آل. يعني هنا علاش كندويو؟ كندويو على linguistic variations، يعني differences in terms of structure, spelling, pronunciation. وعندنا sociolinguistic variations، يعني هنا كندويو على setting، سلطة المكان. المكان هو اللي كيحكم عليك انك تتكلم بواحد الطريقة معينة. الطريقة باش تدوي في الجامعة راه غتكون مختلفة على الطريقة اللي كدوي بها في بلاصة واحدة أخرى. يعني هنايا هادو هما ال variations in language، هادشي اللي كنعني بال variations، يعني دوك differences in a given language. بالنسبة لل variety in sociolinguistics is a general term for any distinctive form of a language or linguistics expressions. يعني هادوك differences، دوك differences اللي كيكونوا في واحد language هما اللي كيعطيو لنا بزاف ديال varieties. Varieties it includes dialect, register, jargon, idiolect, etc. The term variety is important in sociolinguistics because it is used to avoid any judgmental attitudes towards language and dialect. هاد الفرايتيز يعني قلنا باللي عندنا واحد اللانجويج، دوك الفاريشنز اللي كيكونوا في ديك اللانجويج كتعطينا different varieties. هذوك varieties includes dialect, register, jargon, idiolect, etc. كان بزاف، هذا راه غير مثال. و the term variety it is used by linguists علاش؟ to avoid any judgmental attitudes toward language and dialect. مثلا واحد كيدوي بالدارجة أقل من شي واحد اللي كيستعمل اللغة العربية الفصحى، ولا واحد مثلا اللي كيكود سويتشي، غادي نشوفو الكود سويتشي من بعد، اللي كيستخدم العربية والفرنسية مثلا في اللغة ديالو راح حسن لو شي واحد اللي كيدوي غير بالدارجة. يعني كلشي كيجي تحت الغطاء ديالاش ديال الفرايتي ولا اللانجويج فرايتي. Dialect. Dialect refers to a variety that is specific to a regional or a social group which is spoken but not written formally. بالنسبة للدايلكت ببساطة هو العامية، والعامية كتكون ديما specific to a regional or a social group، يعني حكر ديال واحد المنطقة ولا واحد المجموع. It is spoken يعني كيستعملوها الناس في التواصل اليومي ديالهم، ولكن ما كتكونش فورمال، يعني ما كتكونش معتمدينها مثلا في الادارات ولا مثلا معتمدينها في التلفازه، ولا يعني عمرك ما غتلقى شي ورقه جايه من المحكمه مكتوبه بالدارجه. ايديولوجي يعني ان انديفيدوال ديستينكتيف واي اوف سبيكين، بطبيعه الحال راه ويذين واحد ريجن ولا واحد السوشيال جروب، كل واحد عنده طريقه كتميزو على الاخرين في الحديث ديالو. واخا راه كيستعملوا الدايلكت، ولكن كل واحد كيستخدم داك الدايلكت بواحد الطريقه مختلفه عن الاخر. تايبس اوف دايلكت، عندنا الريجيونال دايلكت وعندنا السوشيال دايلكت. بالنسبه للريجنال دايركت راه دوينا عليه، يعني سبيسيفيك تو واحد الريجن. مثلا الطريقه باش كندويو في وجده تلقاها مختلفه على الطريقه اللي كيدويو بها الناس في اكادير ولا في طنجة، يعني الريجن هي اللي ديتيرمينز دويها وسبي. سوشيال دايلكت، سوشيال دايلكت عنده علاقه باش بالسوشيال كلاس، يا اما ابر كلاس يا اما وركينج كلاس. كان واحد المثال اللي هو فور اكزامبل among all the European American speakers in Charleston, South Carolina, the absence of R in words such as beer and court is associated with aristocratic high status groups. يعني في هذه المنطقة اللي هي تشارلستون ساوث كارولينا، الـ upper class ما كنطقوش الـ R. فمثلا بير كنطقوها بير، and court كنطقوها court، ما كنطقوش الـ R. ولكن في نيويورك سيتي the same pattern of airlessness، يعني انعدام الـ R، is associated with the working class. الناس في نيويورك اللي ما كينطقوش الار they are from low status groups يعني working class. dialect continuum، بالنسبة للdialect continuum means the dialect mutual intelligibility. شنو كتعني بعد هاد القضية هادي ديال mutual intelligibility؟ يعني ما مدى الفهم ديالك نتايا ولا انا لاش لواحد dialect، واش كنفهمها بزاف، واش كنفهم شنو كتقول لي كاملو، واش كنفهم غير شي شوية ولا ما كنفهم والو. هادشي اللي كتعني mutual intelligibility. يعني the dialect mutual intelligibility increases between two close geographical areas.
مثلا the dialect spoken in Agadir and the one spoken in Marrakech، راه كتلقى بزاف ديال الكلمات بحال بحال، يعني كيتفاهموا بينات، يعني بشحال ما كانوا جيوغرافيكال ارياز متقاربين، بشحال ما كتكون واحد الميتوال انتليجيبيليتي بيناتهم مرتفعه، كيفهموا بعضياتهم مزيان. however the dialect intelligibility decreases، كتنخفض قدرة الفهم ديالك انت لواحد العامية the further we move away، بشحال ما بعدنا بشحال ما كيولي صعيب انك تفهم واحد العامية، بحال مثلا اكادير والحسيمة، شي واحد من اكادير ديتو الحسيمة راه غادي يحس بداك الاختلاف، القدرة ديال الفهم كتنخفض واحد شوية. dialect versus language، اول اختلاف عندنا هو السايز. language is larger than dialect، علاش؟ because language contains all the items in its dialect. for example اللغة العربية الفصحى تحتوي على جميع الايتمز اللي غنلقاهم في العامية المغربية، العامية الجزائرية، العامية التونسية، العامية المصرية اتسيتيرا. داكشي علاش كنقول language is larger than dialect. عندنا البريستيج، language has prestige، طبيعة الحال بحكم اننا كنستخدمو ستاندرد language في الحالة ديالنا حنايا اللغة العربية الفصحى، في المراسلات كنستخدموها، في الإدارات كنستخدموها، في نشرات الأخبار اتسيتيرا، ولكن ما كنستخدموش dialect. ميتوال انتليجيبيليتي كتعني ما مدى فهم واحد المتحدث لواحد المتحدث اخر، واش كيفهموا بعضياتهم 100% ولا ما كيفهموش كاع بعضياتهم، ولا كيفهموا بعضياتهم غير شويه. This means if two speakers of two different dialects can understand each other fully or almost fully, then they are speaking two dialects of the same language. However, if they speak different dialects and cannot understand each other, then they are speaking two different languages. بمعنى إذا كانوا جوج ديال الناس كيتكلموا two different dialects and still can understand each other وكيفهموا بعضياتهم، كنقولوا ان هاد الناس هادو راه كيتكلموا جوج ديال العاميات مختلفه ديال نفس اللغه، والا كانوا كيتكلموا two different dialects وما قدروش انهم يفهموا بعضياتهم، يعني هنا كنقولوا بلي انهم يتكلمون two different languages، يعني كيتكلموا بلغات مختلفه. هنا واحد two notes نعقلوا عليهم، dialects are not standardized، ما داش من البروسيس ديال standardization اللي غادي نشوفوه من بعد. language unifies its people in order to have a sense of belonging while dialects do not. يعني داخله في البريستيج as well حتى هذه. standardization. standardization is a process by which a dialect is made into standard language. يعني standardization هو هذيك العمليه اللي من خلالها كيكون عندنا واحد dialect وكنحولوه كيولي واحد standard language ديال واحد الدوله معينه. بالنسبة لهذا البروسيس كيمر بأربعة ديال المراحل، أول مرحلة هي السلكشن، ثاني مرحلة الكوديفيكيشن، ثالث مرحلة الإلابوريشن أوف فانكشن، والمرحلة الأخيرة هي الأكسبتنس. بالنسبة للسلكشن يكون عندنا مثلا احنا واحد الرقعة جغرافية كبيرة الناس فيها كيتكلموا ديفرنت دايلكت، في هذه الحالة هذه أش من دايلكت في هاد الدايلكت كاملين خاصنا نختاروا الجروب اللي كيكون سوشيالي أند بوليتيكلي powerful هو اللي كيفرض الدايلكت ديالو. كنديرو السلكشن كندوزو الكوديفيكيشن، يعني داك الدايلكت اللي اختاريناه كنديرو له كوديفيكيشن، يعني كنحاولو اننا نفيكسيوه. باش غنفيكسيوه كنديرو ديكشناريز، كنديرو جرامر بوكس، باش كلشي الناس يعرفوا شنو هو الصحيح شنو هو الخطا، في حاله جا شي اجنبي بغى يتعلم اللغه ديالنا يكون عارف ستراكشر مثلا ديال اللانجويج، يكون عارف فرونولوجي ديال اللانجويج، يكون عارف الفوكابولاري اتسيتيرا. صافي فيكسينا اللانجويج، درنا لها الكوديفيكيشن، غندوزو الإلابوريشن أوف فانكشن. إلابوريشن أوف فانكشن أنا كيتم تعميم ديك اللغة فاش في الأوفيشال انستيتيوشنز such as parliament, law court as well as in education، يعني كتولي هي اللغة المستعملة في المحاكم وحتى في المدرسة. acceptance the variety selected has to be accepted by the population، يعني خاص كاع الناس في ديك المجتمع يقبلوا بديك ديك اللغة اللي تم اختيارها. once a language becomes standard after going through the above processes يوم هادو it serves as a unifying force for the state، يعني كتولي ديك اللغة هي اللي كتوحد لنا الدولة ديالنا. other related terms، أول term ندوي عليه هو vernacular. vernacular refers to a form of speech transmitted from parent to children as a primary medium of communication. for example Moroccan Arabic. vernacular هو ديك اللغة اللي كنقلوها الآباء للأبناء ديالهم، يعني في الحالة ديالنا حنايا الدارجة هي الوسيله ديال التواصل ديالنا اللي كنتعلموها فاش كنكونوا يلاه باقيين صغار. الكوني refers to a form of speech that is not transmitted by parents at home but transmitted by society. بحال مثلا بعض العائلات الامازيغيه كيكونوا عايشين في واحد الوسط اللي كيدوي فيه غير العربيه في الدار ديالهم، شنو غادي نقلوا لاولادهم؟ غادي نقلوا لهم الامازيغيه as what as vernacular، يعني الفيرناكولر بالنسبه لهذه العائله الامازيغيه هي ديك الامازيغيانيت، هو الفيرناكولر.
ولكن هاد الدراري فاش كيكبروا واحد شويه وكيخرجوا للمجتمع كيتلاقاو مع العربيه، الوغ شنو كيتعلموا؟ كيتعلموا العربيه في المجتمع، الوغ ديك العربيه اللي كيتعلموها هي اللي كتسمى الكوني. فاتوا ماي اوسو ريفير تو ا دايلكت اوف ا بارتيكولار ريجن سبيشلي وان ويز لو ستاتس ات از يوزلي اسوسييتد ويز ان ايديوكيتد رورال كلاسز. فاتوا دار بحالو بحال الدايلكت، يعني واحد العاميه ولكن يعني مرتبط باش associated with uneducated rural classes. Patois and dialects might seem synonymous, يعني كيبانو بحال بحال. They are considered non-standard. However, Patois is pejorative, يعني Patois أقل من dialect. Accent. The accent is a variation of speech differing from other variations in terms of pronunciation and which identifies a speaker in terms of origin, social standing, and possibly ethnicity. يعني أن الأكسنت هي واحد variation of language differs from other variations in terms of pronunciation. يعني pronunciation ديال واحد أمريكي كتختلف على pronunciation ديالات ديال واحد الإنسان من بريتن. وداكشي علاش قال لك and which identifies a speaker in terms of regional origins. يعني إلا دوا واحد أمريكاني حدا كتعرفو بلي أمريكي غير من خلال الأكسنت ديالو. والبريتيش حتى هو الى دوا قدام راه غتعرف باللي انه فروم بريتن. دايلكت فيرسس اكسنت. دايلكت از ا فرايتي اوف لانجويج سبوكن ان ا بارتيكولار جيوغرافيكال اريا اور باي ا بارتيكولار جروب اوف بيبل. يعني الكاركتريزيشنز ديال الدايلكت هما ديك الفاريشنز ان تيرمز اوف جرامر سينتاكس برونونسيشن فوكابولاري اتسيتيرا. ولكن الاكسنت از كاركترايزد باي وات غير الديفرنسز ولا دوك الفاريشنز ان برونونسيشن. هو الفرق الوحيد. الريجستر هي واحد الفورم اوف لانجويج، يعني واحد الطريقه ديال الكلام اللي ريليتد تو ا سبيسيفيك فانكشن. يعني العمل ديالك هو اللي كيحتم عليك انك تتكلم بواحد الطريقه. داكشي علاش كتلقى مثلا كاب ريجستر الطريقه اللي كيدوي بها البوليس، دكتور ريجستر، تيتشر ريجستر، اتسيترا. هادسون سايز يور دايلكت شوز هو يو ار وال يور ريجستر شوز وات ار يو دوين. شنو كتخدم يعني المهنه ديالك. Style refers to a variation in a speaker's speech or writing. دوك التغيرات ولا دوك الاختلافات من ناحية الكلام ولا الكتابة، يعني شكون اللي كيحتم علينا أننا نكتبو بواحد الطريقة ولا نتكلمو بواحد الطريقة معينة، يعني هو داك ال environment. يا إما يكون واحد formal environment وكندويو نستخدمو فيه واحد formal style، ولا informal environment وكنستخدمو فيه واحد informal style. مثلا كنت كتشاطي مع صاحبك فيسبوك مثلا، فما ليش تستعمل واحد الفورمال ستايل، غيكون داكشي انفورمال عادي، يعني تتكلم مع صاحبك غير بالدارجة. ولكن الا كنت دار واحد المراسلة لشي ادارة فراه بالضرورة انك تستخدم واحد الفورمال ستايل. The difference between style and register. Style is determined by the situation in which language is used, whether formal or not formal. Whereas register is determined by the profession. يعني المهنة ديالك هي اللي كتحكم عليك كيفاش انك تتكلم. Which is characterized by specific vocabulary related to a specific function. يعني doctor register, teacher register, etc.